الآن، وقد تحققت نجاحات المرحلة الأولى من خطتنا. فإنني أؤكد لكم بأننا سنضع بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة القادمة، يقيناً مني بأن كنز أمتنا الحقيقي هو الإنسان، والذي يجب أن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنياً وعقلياً وثقافياً، بحيث يعاد تعريف الهوية المصرية من جديد بعد محاولات العبث بها. وستكون ملفات وقضايا التعليم والصحة والثقافة في مقدمة اهتماماتي، وسيكون ذلك من خلال إطلاق حزمة من المشروعات والبرامج الكبرى. أستاذ نشأت، التعليم والصحة والثقافة هما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري خلال المرحلة القادمة. هذا كان يعني جزء من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي. سؤال، كمواطن أولا وكمراقب ومتابع للشأن المحلي والدولي، ستستطيع مصر بإذن الله خلال المرحلة القادمة أن تنفذ هذا الأمر؟ أولا واحدا، أنه ما نسير فيه هو الطريق الوحيد، ما فيش تفريعات في الطريق، ما فيش تفريع تاخدنا في حتة نائية عن جغرافية الفكر الأساسية. قولا واحدا، أنه التعليم والصحة. التعليم، أتذكر كلمة نهرو لما كان بيقول لأننا أمة فقيرة فلا يسعنا إلا أن ننفق على التعليم بسخاء. عشان احنا فقراء لازم انفق على تعليم. اسره فقيره يقول لك اللي حيلتي عشان اربي ابني عشان يتعلم. صحيح. عشان ينقذ العيله كلها وينقلها نقله اجتماعيه، ده التعليم. بالنسبه للصحه، انت عايز تعمل تنميه وعايز تعمل معدلات تنميه وتبني بلد من جديد. الحاله الصحيه الموجوده لما يكون عندي فيروس سي منتشر ويكون عندي سرطان منتشر ومرضى السكر ومرضى القلب ومرضى وكل هذه الامراض، بتشعر ان المجتمع منهك. أكيد. الشخص المنهك لن ينتج ولن يتعلم. احنا عندنا في ارقام تخض، انا عندي في 7 مليون واحد مثلا، كان في طبقا للارقام اللي جايه من الجهات الرسميه، انه عندي 7 مليون واحد في مرحله عمريه الشباب بيدخن الحشيش مثلا يعني. ده معناه انه عندي ادمان وعندي سكر وعندي ضغط وعندي كبد وعندي سرطان. حزمه الامراض الموجوده بتجعل المجتمع المصري اللي هو 100 مليون القوام من الشباب منهك. صحيح. تعبان. المنهك مش هيفكر كويس ولا يستوعب كويس ولا هينتج ولا يشتغل كويس. صحيح. فبالتالي لما انت الدوله تمشي على مسارين، مسار التعليم وروافضه الثقافه والاعلام وخلافه والتربيه، ومسار الصحه بقى والتامين وروافضه، دول اللي شغالين فيهم دلوقتي. احنا تركيز على بناء الانسان اعتقد هو اهم شيء خلال المرحله القادمه، لكن ده محتاج توعيه ومحتاج وعي. احنا قضيتنا في المقام الاول قضيه وعي. مجتمع كان يسير بلا جدول اعمال، بلا اولويات، بلا منطق، بالمحبه بيعيش، بالاستلطاف بيعيش، بخفه الدم بيعيش، بنظريه كل قواعد، بكل النظريات اللي مالهاش علاقه بالمنطق بيعيش. انا لنا ان ننضبط ونعيش. صحيح. فيه مسار محدد، واعتقد انه انا متفائل جدا بالمرحله القادمه.